ولا شفت ست. يا رشدي يا رشدي، سبتني ورحت فين؟ الا الست دي يا ابن اللذينة. احنا كده يا معلم شكلنا هنخسر بعض بسببها. اتجننت يا ديتا؟ دي مرات ابوك. ابويا الله ينعم. اخرس. نهلة اطلعي على طول دلوقتي يا حبيبتي وانا هلحقك فورا. وانا كمان يا حياتي. قسمة يلا روح اتخمد انت كمان. هتخمد ايه بقى؟ طمني بقى، انا عايز اطمن. رافع راسنا ولا كالعاده كفته؟ كفته. اطمن، ابوك المهلك رشدي. ما انت يلا بقى يا رشدي. الله بقى علاوتك يا مروش. علاوتك يا مهلك. خلي عندك بقى. اموت انا وعيد السنه. بس بقى كفايه. بس كفايه. والله العظيم سلمى. يا بابا يا ابن المحظوظه. لعيب برضه ابويا ده. شك شك مرزوقة، تعالي جنبي تعالي جنبي تعالي جنبي تعالي جنبي تعالي جنبي. اسمعي كده من الاخر، انا بكره هروح للدكتور حمدي، ده راجل صديق العيله، والسطر غطوا عليا وانا بثق فيه. ها نامي حبيبتي نامي، تصبحي على خير. يا عم رشدي مش سامع حاجة يعني؟ فين يا زمان؟ كانت الصرخة بتهد جدران البيت. نام يا حبيبي، نام واستغطى لا تستهوى، نام يا حبيبي. نام يا نونا، نامي نام، نام يا نونا. يا عم المهلك، مش موفق ولا إيه؟ ده بجد بقى. وعمال بقى أنا الأسد، وارفع راسك لفوق. بقول لك إيه؟ ما تيجي تنام جنب أحسن. وبالمرة تبقى حجة، ابني عمر هنا ومش هينفع اسيبه لوحده وكده يعني. وبالمرة ابقى خلعتك بالشياكة. صوتي صوتي بقى، خلي عندك شوية كرامة أكتر. اديني أوي قديمة يا حلو، بأمارة الدكتور حمدي صديق العيلة. يا ابن الكلب يا واطي. إيه يا سلمى؟ إيه يا حبيبتي؟ وبعدين ما أنتِ غلطانة برضو، الولد عنده حق، مش كل حاجة طلاق طلاق طلاق. ايه اللي باينة في بقك؟ دلوقتي بقيت غلطانة يا أنكل؟ ده أنا مش عارفة أخد نفسي من البنت دي للبنت دي لشغل البيت لمشاكل الأستاذ، وفي الآخر يقول لي اتخنتي وبصي لنفسك في المراية. الله عنده حق. ايه؟ قصدي جاتو شك في عين أبوه. شفتي؟ كلمة الحق ظهرت الأول. كلمة اتقالت في ساعة شيطان مش حاجة يعني يا سلمى. ده أنا حاجتين يا أنكل بكلمه فيهم بقالي سنة وهو مطنش. أول حاجة إن احنا نعزل. يا سلام. طب وتاني حاجة إيه بقى؟ لا بص بقى، أنا عايزة أفهمك حاجة يا اسماء. إيه اسمك إيه أنت؟ اتفضل يا معلم. نسيت اسم جوزها. ما طبعًا، ما هو من اللي بشوفه في عشتي معاك. كده بالكرش ده؟ شفوتي شفوتي شفوتي. مش عايز يعزل ليه بقى يا أنكل؟ عشان يعكس في الستات والطالعة والنازلة، ولما أمسك أنا موبايلي وأفتش فيه يقول لي لا طبعًا ما تمسكيش موبايلي، وهو يمسك موبايلي عادي جدًا، صح؟ اه صح، ما تمسكيش الموبايل. ليه بقى ان شاء الله؟ عشان انا الراجل. اتفضل يا انكل. الجمله المتخلفه بتاعته اهي. لا بقى يا حبيبي، الست زي الراجل بالظبط. على ابو شكلك. ايه؟ كوبايه ملزقه. معلش، ما انا بكلم مين؟ ما انت معقد. دي تاني حاجه بقى يا انكل، بنات ولا عارف يتعامل معاهم، دول ما بقوش طايقينه. ده حته عيل صغير مش عارفه تهنيني بيه. لا انت زودتها قوي. مش زودتها، ده انت تخنتها. محدش مالي عينك ولا ايه؟ في ايه؟ اسمع عاد انت وطرطق لي ودانك كويس قوي. اسمعي، انت عندك حق في كل حاجه انت قلتيها يا سلمى. هيعزل من البيت ورجله فوق رقبته، اما بناته فانا اعرف كويس جدا اخليه يعرف ازاي يتعامل معاهم. بس اهم حاجه حبيبتي انت ما تزعليش. ها؟ حاضر يا انكل. ما تكشريش بقى. حاضر. هو القمر بيكشر تاني؟ انت تاني؟ عمرك شفتي قمر بيكشر؟ الله 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 الله. انا ملاحظ ان البوسه داخله على الشفايف. في حاجه وحضرتك مقبله قوي كده، ايه في حاجه ولا ايه؟ ما تقلقش يا عينيا، ده اخره. طب اهو خلاص بقى. ايوه كده اتعدل وغير. يلا يا صالح. حلوه البصه دي، خش على المشهد الغرامي. خلاص خلاص كده بقى رعب. فكيت يعني؟ ها؟ خلاص بقى ابو سلمى. خلاص. ماشي. تمام؟ يا ستي اطلبي مني أي حاجة،
هعملها لك قدام الراجل الطاهر ده. طب تعالى معايا نجيب البنات من المدرسه. ايه بتبصي لي ليه؟ هتروح؟ بتقول لك انت. بتقولي انا؟ نفسي مره مره اروح اجيب البنات من المدرسه الاقيك سابقني على هناك. عمرك ما هتتغير. ده انا يا دي افهم بقى افهم، ما يبقاش مخك تخين. علاقه الراجل بالست في الحياه عامله بالظبط زي الدكتور وعلاقته مع شغله. وهو صغير زيك كده بيبقى ممارس عام، يكبر شويه يبقى اخصائي، اما لما بيوصل لسننا فبيبقى استشاري. ليه انت واطيه؟ صدق ان انت اوطى. روح روح يا ليلى، روح يا ملك، روح سلموا على طنط وبوسوها، بوسوها من بقها وهاتولي رقمها. يا ريت. سلمى. ايه ده؟ هاي هاي جيف، ازيك؟ شو اخبارك؟ الحمد لله تمام. والله اشتقت لك. انا اكتر والله. سوري يا جماعه ما عرفتكوش، جيف على فكره كان مستر لبنان. والله.